حقيقة في كمان موضوع مهم جدا، في نشاط دبلوماسي على كافة الأصعدة في القاهرة خلال الأسبوع الحالي. هذا الأسبوع بدأ بزيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية للقاهرة CIA. الزيارة دي بتعد الثانية خلال 9 شهور، بتشير إلى أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن في تحسن، أو على الأقل في حالة من الرضا أو التسليم بالأمر الواقع. في النصف الثاني من الأسبوع في زيارة مرتقبة هتبتدي بكرة للرئيس الصيني للقاهرة. خلينا نتكلم الأول عن زيارة مدير CIA، وبعد كده نتكلم على زيارة الرئيس الصيني. رئيس CIA أو المخابرات الأمريكية بيعمل إيه في مصر؟ ده السؤال اللي دار في أذهان الجميع في ظل التوتر على المستوى السياسي بين القاهرة وواشنطن، خاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو مباشرة. أنا بقول على المستوى السياسي لأن العسكريين ربما ليهم لغة مختلفة. العسكريين بيقولوا إن في مصالح مشتركة بتتعلق بأهداف أمنية واستراتيجية للبلدين، تتعلق في المقام الأول بحرب على الإرهاب، وفي المقام الثاني بتتعلق باستقرار منطقة بتعيش من 5 سنين على صفيح ساخن. في واشنطن مفيش جدل على رعاية إدارة أوباما لتنظيم الإخوان، وإن واشنطن كان ليها استراتيجية معينة كانت بتسعى لتنفيذها في الشرق الأوسط، وكانت القاهرة هي حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية. دي مسلمات مش هنتناقش فيها. الاستراتيجية دي زي ما تقولوا لحضراتكم كده أجهضت أو اتضربت في 30 يونيو 2013 في القاهرة. في حديث دائم عن مؤامرة أمريكية تتعلق بالشرق الأوسط الكبير، ما نقدرش نقول إن هي مش موجودة، ولكن الحقيقة إنه جرت في النهر مياه كثيرة زي ما بيقولوا. عندنا رئيس أمريكي توشك ولايته على الانتهاء، أوباما من أيام قليلة ألقى آخر خطاب حالة الاتحاد في فترة رئاسته في تهديدات إرهابية بتهدد عواصم أوروبية، بتهدد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ده استدعى إغلاق مدارس في لوس أنجلوس قبل أسابيع قليلة. كان في إطلاق نار من منتمين لداعش في كاليفورنيا. قبلها كان في اعتداءات باريس في قلب أوروبا، وطبعا كلنا نتذكر هذه الأحداث. في تنظيم داعش وتنظيمات أخرى إرهابية بتهدد المصالح الغربية، تسببت في أزمات إنسانية في سوريا والعراق. كمان في أزمة مهاجرين بتشل حركة الحياة في أوروبا، أو هكذا تتحدث التقارير الواردة من هناك. كل دي تطورات بلا شك تستدعي تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة وإن إدارة أوباما بتسعى في نهاية ولايتها لتحقيق بعض المكاسب في ملف هو شديد الأهمية وشديد الحساسية والخطورة، ملف الإرهاب. فاكرين كان زمان مع نهاية ولاية أي رئيس أمريكي؟ نفس المشاهد ربما بتتكرر، كان بيسعى دايما لتحقيق مكاسب في ملف السلام في الشرق الأوسط، وكان عادة بيتم توقيع اتفاق بين فلسطين وإسرائيل، يتطبق ما يتطبقش، يدخل حيز التنفيذ ما يدخلش، المهم ان ده كان المشهد المعتاد اللي بيحصل في مثل هذه الظروف. النهارده أوباما عايز يحقق مكاسب في ملف من وجهة نظر واشنطن هو الأهم، لأنه بيمس واشنطن بشكل مباشر وبيمس مصالحها بصورة مباشرة. الملف ده هو الحرب على الإرهاب، خاصة وإن أوباما زي ما بتتحدث دوائر سياسية في واشنطن وداخل أروقة الأمم المتحدة بيسعى لخلافة بان كي مون في منصب السكرتير العام للأمم المتحدة. طيب مين أهم لاعب في الشرق الأوسط في الحرب على الإرهاب؟ مين الدولة صاحبة المصلحة المباشرة في هزيمة الإرهاب؟ أكيد مصر، من غير ما نفكر. مصر اللي بتحارب الإرهاب في سيناء لوحدها، وليها مساعي لمواجهة الإرهاب في ليبيا عن طريق تدريب الشرطة والجيش الليبي ودعمهم بشتى الطرق والوسائل، وطبعا بتساند جهود إنهاء الصراع في سوريا للقضاء على داعش. علشان كل هذه الأمور وأكثر، نقدر نقول إن المؤامرة اللي كنا بنتكلم عنها تم تجميدها. علشان كده بنقول إن زيارة مدير المخابرات الأمريكية شديدة الأهمية في هذا التوقيت. يؤكد هذا التحليل طبيعة الملفات اللي تمت مناقشتها: حرب على الإرهاب في سيناء، العمليات العسكرية اللي بيقودها الجيش المصري في سيناء، بالإضافة طبعا لحادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، والاعتقاد السائد بوجود عمل إرهابي أدى إلى تفجيرها في الجو قبل سقوطها، فضلا عن توسع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، والحديث عن استعدادات أمريكية لتدخل عسكري هناك، لأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بتتحدث عن حرب على الإرهاب في كل مكان،
بما في ذلك منطقة الصحراء الأفريقية اللي هي بتتضمن كمان جماعة بوكو حرام ومنظمة الشباب الصومالية وطبعا تنظيم القاعدة في المغرب العربي. كان في كلام عن قيادة أفريقية في الجيش الأمريكي أو كما تدعى أفريكوم، وإنها أعلنت أنها أعدت خطة كاملة للتدخل عسكريا في ليبيا، وإنها ستشمل أيضا محاربة التنظيمات الإرهابية في أفريقيا بدءا من الصومال مرورا بالصحراء الكبرى وانتهاءا بنيجيريا، وستستمر تلك الخطة لمدة 5 سنوات. الكلام ده بحسب تقارير نشرت في العديد من الصحف الأمريكية موجود كما هو. ده بالنسبة لزيارة مدير الاستخبارات الأمريكية CIA إلى القاهرة وأسبابها وتفاصيلها وتحليلها.